الفضل البخاري. أنبأنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن يعقوب البخاري، قال أنبأنا أبو عبد الله المعروف بأبي حفص الصغير، قال أنبأنا والد المشهور أبو حفص الكبير أحمد بن حفص البخاري، قال أنبأنا الإمام محمد بن الحسن الشيباني، قال أنبأنا الإمام أبو حنيفة بن نعمان بن جابر، أنبأنا عبد الله بن أبي حبيب، قال ثبت أبا الدرداء صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: بينما أنا وظيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: يا أبا الدرداء، من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجبت له الجنة؟ قال: قلت له: قال: قلت له: وإن زنى وإن سرق فسكت عني. ثم سار ساعة ثم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وجبت له الجنة؟ قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق وإن رغم أبي الدرداء. قال: فكأني أنظر إلى إصبع أبي الدرداء السبابة يومئ بها إلى أرنبته. قال ابن القيم: الحديث صحيح، رجوع احمد الصحيح، وفيه رواية ابي حنيفة عن عبد الله بن ابي حنيفة وصححه كما صرح به الحافظ ابن حجر في الإصابة. ليس هذا حقا على المعصية ولا إجازة لارتكاب المعصية، بل رد على من يدعي ألا أن مرتكب المعصية خارج من الإسلام. هذا رد فقط، لا يخرج بالمعصية على الإسلام. الله سبحانه وتعالى يغفر ويطاع وإلا يعاقب ويشاء وإلا يغفر له، ولكن المعصية لا تكفر صاحبها. هذا هو المطلوب من هذا الحديث، وتبقى على هذه العقيدة السنية جميع أهل السنة والجماعة المذاهب الأربعة وغيرها. حدثنا بما هذا الحديث قبلنا إلى الحنفية.